ملائكة الله بتعصي، ملائكة الله بتعصي، فهمت؟ وغيرها من الكفريات الموجودة عند الصوفية، الكفريات الموجودة عند الصوفية، الكفريات الموجودة عند الصوفية. نتحداكم، نتحدى الإزارك، نتحدى الياقوت، نتحدى البرعي، نتحدى أي مجرم صوفي داخل السودان أو خارج السودان. تقدر تدافع عن الباطل والشرك والضلال والإلحاد؟ ما تجي تناظر عديل يا أخي، أنت مالك بتتلولو كده؟ خليك راجل يا الإزارك، تعال ناظر بالكلام ده، تعال ناظر. تقدر تناظر، تقدر تكذب علينا في الهوس ده؟ عشان كده الإزارك نحن طلبنا مناظرة كم مرة الإزارك قبل كده في جامعة السودان شرد، قال انتوا ما جابوكم في التلفزيون. طيب انا التلفزيون ما اسكو انا برضو بيجاي في شرق النيل في السمرة، قال داير مناظرة، مشينا له انا واخونا ابو بكر، فهمت؟ زاغ برضو، اشتغلنا برا في الشارع سميناه، ما قال بيجي ماله ما جاء، فهمت؟ برضو زاغ. في غيرها من المحلات في العباسية تقلي، هو حامد بابكر والشلة بتاعته زاغت لما شافوا المناظرات بتاعت اخونا مزمل، جزاه الله خير، ربنا يتقبل منه ويجعلها في ميزان حسناته. مناظرتين، فهمت؟ الحمد لله يا الدوري الصوفي الممتاز انتهينا منه في مناظرتين بس، انتهينا منه في مناظرتين. مناظرة الأولى في هذه المحل تشهد اتنظفت نظاف شديد، هل تحس لحميدة من حس أو تسمع له رجزة؟ فهمت؟ شايف لك حجاب طاير، شوف البلد دي بقت هو الهواء بتاعها ذاته بقى ظريف والله، فهمت؟ انجلت كله 45 دقيقة انجلت ثلاثة، فهمت؟ حامد بابكر مشى جاء هناك طوالي ثلاثة تزعات السلفية، طوال أخواننا رفعوا الكتب، فهمت؟ والمنطقة الصناعية لسمكرت الطرق الصوفية، وطوال فتنا اليوم هناك وكشف حامد بابكر وبقى يجقلب أوك، وقال له جيب الكتاب، وفي النهاية قال ما بجيبه، تاني قام جابه، فهمت؟ واتكشفت الحقائق للناس، والحمد لله الناس يتابعوا المناظرات دي في كل مكان في العالم، حتى في بيت المقدس، والله أنا ضربوا لي ناس من القدس، فهمت؟ قالوا جزاكم الله خير على، لأنه ده ما شغلنا نحن، ده المنهج الحق منهج الله. ربنا قال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. الإزارق لما شاف الموضوع ده ما بيقدر له، ولا الدوري ده دوري عالي بالنسبة له، فهمت؟ قال نفتح بلاغ، فتح بلاغ ما حلو، أنت تعال عشان نجيب لك الكتب، وأنت جيب كتب ابن تيمية، وجيب كتب ابن باز اللي بتفتري عليه رحمة الله، وغيره من العلماء، ده منهجنا، مش بتقول وهابية ديل نحن ذاته، مش قلت ابن تيمية ده زولنا نحن ديل، نحن ديل ده زولنا، بندافع عنه بالحق، فهمت؟ تعال نوريك قال شنو والكلام كيف، فهمت؟ أي كتاب تجيبه، أي كتاب تجيبه، أنت ما شفت الشيط بتاع حامد بابكر؟ الشيط المصور وشيط فارغ ساكت من سنة واحد وأسكت، فهمت؟ في النهاية قالوا له من الشيط بتاعه وما ما بقى ما عنده أي حاجة، فهمت؟ فعشان كده يا أخواننا الناس تمشي بالدعوة دي وتقتنع إنه ديل ذاتهم كما مقتنعين، كما مقتنعين وكما خايفين، كما خايفين ما كان بيجروا لديلك. الإزارق لو ما خايف، لو ما خايف وما شاف قدامه ديلك حلقوا لهم، حامد بابكر حلقوا له، ما قدر يتحرك لغاية ما مرق من الحلة تاني يوم، ما قادر، فهمت؟ والمسكين ده حلقوا له لغاية ما مشى الحمامات لعله مغلط بطنه، فهمت؟ فده ما قدر ليه؟ لأنه عرف أدلة صواقع، تكذب كذبة بنقول لك امرق الكتاب، جيب الكتاب بنقرأ من كتابك ذاته. نتحداكم كلكم والله في أي قناة، وشوف نحن المناظرة ما يجي لنا مذيع ودقيقة ودي ما عرفتها، ما عندك شغلة، المذيع يمسك الزمن بس، إن شاء الله يطقني بفرار، أمسك الزمن، فهمت؟ أمسك الزمن عشان نوريك الحاصل شنو. ونحن إن شاء الله يوم الثلاث بعد بكرة من بدري الناس تمشي 17 هناك محاضرة في الرد بالتفصيل على شبهات النشر المجرم الإزارق. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.